بسم الله الرحمن الرحيم. شهر 11 السنة الماضية أعلنت أبل عن أول أجهزتها اللي جاب معالجها الخاص اللي اسمه M1، وهو أول جهاز يجي من فترة طويلة بدون معالجات إنتل. لكن هذه الأجهزة ما جت بأي تغيير في التصميم، فقط بمعالج أبل واللي كان أدائها مبهر. لكن متوقع أنه أبل قبل نهاية السنة هذه راح تعلن عن أجهزة ماك بوك برو بمواصفات جديدة وتصميم جديد. فقبل ندخل في التفاصيل أتمنى تعطوا لايك لهذا الفيديو. أول شيء أنه راح يعتمدون التصميم الفلات، فنفس التصميم اللي شفناه مع الآيفون ومع جهاز الآي ماك، وأيضا راح يقللون من الحواف اللي حوالين الشاشة، وهذا شيء مهم لأنه أتوقع أنه أجهزة الماك الآن من أكبر الأجهزة اللي فيها حواف كبيرة حول الشاشة. راح يجي بشاحن الماك سيف مع USB مع هيدفون جاك، ومن الجهة الثانية راح يكون في HDMI USB-C وقارئ للذاكرة. فالمخارج اللي احنا تعودنا عليها في السابق راح ترجع، ولا راح تعتمد فقط على USB-C واللي كان يرغمك انك انت تستخدم المحولات او الادابتر او الدنقل على اساس انك انت تشبك اجهزتك المختلفة او القديمة. وايضا راح يكون بدون التاتش بار او شاشة اللمس اللي موجودة في اعلى الكيبورد. ومن ناحية الشاشة فراح يجي بحجمين 14 انش و 16 انش، والشاشة احتمال انها تجي ميني LED زي اللي شفناه في أجهزة الآيباد برو 12.9 إنش، والكاميرا لأول مرة راح تكون 1080p، يعني دقتها راح تكون مضاعفة مرتين على الموجود في أجهزة أبل الحالية. وأيضا راح يجي بمعالج جديد، احتمال أنه تسمي أبل M2 أو احتمال أنه تسمي أبل M1X، واللي راح يكون نقلة نوعية عن الـ M1، فراح يكون فيه 10 أنوية لمعالج الرئيسي، 16 أو 32 نواة لمعالج الرسوميات، واحتمال أن الرام أنت تعمل لها اختيار حتى 64 جيجا. أتوقع أنه حتى 32 جيجا راح يكون متوفر، ما أتوقع أنه أبل تحتاج 64 جيجا، لأنه تعامل الرام في معالجات أبل مختلف عن تعامل معالجات إنتل مع الرام، فأتوقع أنه 32 جيجا، ما أتوقع أنه نشوف 64 جيجا. وطبعا راح تقدر انك تشبك عليه شاشتين، لانه كان في معالج الام 1 ما تقدر تشبك الا شاشه واحده، في طريقه معقده عشان تشبك شاشتين على معالج الام 1. وايضا راح يزيدون البطاريه، واتوقع انه البطاريه راح تعطيك يوم كامل عمل، فراح يكون في تحسن كبير في البطاريه، وهذا اللي شفناه مع معالج الام 1 اللي بطاريته ممكن توصل الى 18 او 20 ساعه. فمتوقع انه تعلن عنا ابل مع الايفون، او احتمال انه تعلن عنا في شهر 10 او 11 ميلادي. هل أنا متحمس لهذا الجهاز؟ للأمانة لا، لأنه أنا اشتريت جهاز الماك بوك إير مع معالج الإم 1، وهو أفضل كمبيوتر أنا اشتريته في حياتي. للأمانة التغيير في التصميم ما هو كبير، صحيح أنهم راح يقللون الحواف حوالين الشاشة، شاشة الميني LED أنا أعتبرها ميزة، لكن ما أتوقع أنه حاجة راح تخليني أتحمس أني أشتري. فنصيحتي اللي حابب يشتري كمبيوتر الآن، الماك بوك إير بمعالج الإم 1 هو الأفضل، لكن لا تفكر تشتري أي جهاز ماك بمعالجات إنتل. دائما اشتري معالجات الام 1، او انك انت تنتظر حتى ينزل الجهاز الجديد اللي راح يجي بالمعالجات الجديده وتصميم جديد وشاشه جديده وكاميرا جديده ومخارج ايضا قديمه رجعوها، وايضا راح يستغنوا عن تاتش بار. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم، اتمنى يكون الفيديو اعجبكم. يا ريت تقولوا لي هل انتم متحمسين لهذا الجهاز ولا لا. يعطيكم الف عافيه، ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.